بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الشعب المغربي مرة أخرى يثبت أن القضية الفلسطينية هي قضيته، قضيته عقيدة، قضيته عروبة، قضيته إسلاما. ولذلك فهذه المسيرة الوطنية الشعبية هي أولا دعم للمقاومة الفلسطينية، هذه المقاومة الباسلة المتواضعة بإمكانيتها لكنها الكبيرة والعظيمة بعقيدتها بإرادتها بعزيمتها بمرجعيتها التي تقاوم هذا الكيان الصهيوني الغاصب المجرم الدموي المدعوم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، المدعوم بشكل مفضوح ومباشر من طرف الدول الغربية. اليوم نحن كذلك نقف إلى جانب هذا الشعب الفلسطيني العظيم الجبار المقاوم الثابت الصابر الصامد، نقف كذلك لنقول أننا اليوم على شفا منعرج خطير. العدو الصهيوني يهدد بالهجوم على رفح، على مشارف مصر، مصر يعني لهجوم على أزيد من مليون فلسطيني وفلسطينية مدنيين عزل. لذلك فنحن نقول أن على الدول العربية والإسلامية أن تتحرك وبسرعة، أن تتحرك للضغط على العدو الصهيوني، أولا بإيقاف مسلسل التطبيع وأية علاقة. هذا العدو هو عدو حرب وليس عدو سلام، لا يريد سلاما ولا يريد، وبالتالي لا علاقات ولا تعامل معه. ينبغي إيقاف مسلسل التطبيع، ثم ثانيا ينبغي الضغط عليه وعلى أمريكا بكل الوسائل القانونية الدبلوماسية الاقتصادية المالية. والأمة العربية والإسلامية تملك من الإمكانيات والحمد لله ما بإمكانها أن تضغط على هذا العدو لإيقاف حرب الإبادة الجماعية، لإيقاف التقتيل في حق إخواننا وأشقائنا في فلسطين وفي غزة. هذه مسيرة أخرى من مسيرات الشعب المغربي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي وصله العدو الصهيوني في فلسطين لم يسبق له تاريخ. ماشي هذه أكثر من الإبادة، هذا أكثر من الإرهاب، هذا شيء لا يتخيل مطلقا. والشعب المغربي ككل بدون استثناء يناصر القضية الفلسطينية، يعتبرها قضية من قضايا الأولوية، وهذه واحدة من الآليات ديال التضامن معهم وأقل القليل في حقهم في حق أولى القبلتين وثالث الحرمين. هذه المسيرة هي مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنضاف إلى سلسلة المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي استمرت أزيد من 4 أشهر تضامنا مع الشعب الفلسطيني البطل. هذه المسيرة تحمل الكثير من الرسائل. أولا نريد أن نقول لسكان غزة نحن معكم، نحاول أن نشعر بألامكم ونشعر بأمالكم. ثانيا هذه رسالة أيضا إلى العالم أجمع من أجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الهمجي المتواصل الذي يستهدف الإبادة الجماعية لشعب أعزل، يستهدف النساء والأطفال والأطقم الطبية والمستشفيات وكل مظاهر الحياة في غزة. ثالثا نريد أن نقول لهذه الأنظمة العربية والإسلامية أن تلتزم على الأقل بما اتفقت عليه في قمة الرياض برفع الحصار عن معبر رفح وإدخال المساعدات الكافية للشعب الفلسطيني البطل. رابعا لا بد من وقف مسلسل التطبيع الذي انطلق منذ مدة واعتقدنا بأنه سقط، لكن هناك من يراهن عليه اليوم. مقابل وقف إطلاق النار لا بد من أخذ ضمانات من الدول العربية من أجل أن تستمر في التطبيع. نحن نقول بصوت عال كشعب حر أبي يرفض الظلم، نحن نرفض أي علاقة مع هذا العدوان المحتل، مع هذا الكيان الغاصب، مع هذا الكيان الذي يستخدم القنابل الذكية والقنابل المحرمة ضد الأطفال وضد النساء، مع هذا النظام الاحتلالي الإحلالي الذي يتابع أمام محكمة العدل الدولية بجرائم الإبادة الجماعية. لا يمكن أن تكون لدينا علاقات طبيعية مع هذا العدوان الغاصب، وإلا فإننا لسنا شعب حر ولسنا شعب عانى من الاستعمار وعانى من الاحتلال. ولذلك نريد أن نقول إن أي علاقة طبيعية مع هذا العدوان المحتل تمثل خيانة للقضية الفلسطينية وطعنا في الخلف للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني البطل.